أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها. عبد القادر بن صالح يتولى الرئاسة الجزائرية لفترة انتقالية مؤقتة، وتظاهرات تستمر ضد الباءات الثلاثة. استمرار اعتصام القيادة العامة في السودان ومتظاهر الداخل يتلقون دعم المغتربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاء السيسي وترامب حديث المدونين والحقوقيين على تويتر. أما غلاف مجلة الأهرام الرياضية فيثير غضب الأهلوية في مصر بعد وضع رسم كاريكاتور للخطيب على غرار آخر لترامب في مجلة تايم. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب إيجي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، وشاركونا. والبداية من الجزائر، حيث تولى عبد القادر بن صالح يوم الثلاثاء رسميا رئاسة البلاد مؤقتا خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وفقا لدستور الجزائر المعدل في عام 2016، فإن رئيس مجلس الأمة يتولى آليا قيادة البلاد عند شغول منصب الرئيس أو عند شغول منصب الرئاسة بسبب استقالة الرئيس أو وفاته أو تعرضه لمانع يحرمه من مواصلة عمله. وفقا لدستور الجزائر المعدل في عام 2016، فإن الرئيس يتولى هذه إعادة لما قلناه سابقا بأن الرئيس يتولى في حال شغول منصب الرئاسة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو التعرض، وما حدث بالفعل في هذه الحالة جزائريا للمادة 102. من جانبها، دعت أحزاب جزائرية معارضة إلى استمرار الحراك رافضة ما سمته فرض سياسة الأمر الواقع على الجزائريين بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك الشعبي، وفي الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات بمدن جزائرية عدة ومنها ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية. بدأت مظاهرة ضمت 4000 من الطلبة رفعوا لافتات كتب عليها نعم لإسقاط الباءات الثلاثة. دعونا نتابع. من جانبها، في كلمته عقب تنصيبه، دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الى التطبيق الصارم لمضمون الدستور خلال الفتره الحاليه والعمل بجد واخلاص وتفانا من اجل اعاده الكلمه للشعب في اختيار رئيس البلاد. فلنتابع. الواجب الدستوري في هذا الظرف الخاص تحمل واجب مسؤولية ثقيلة، وسوف تكون بتوفيق من الله وحسن عونه إلا في التوجه الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري. وإني لا أهيب بالجميع خلال هذه الفترة التي تقدم عليها بلادنا بإخلاص من أجل التطبيق الصارم لمضمون الدستور للعمل بجد وإخلاص وتفاني من أجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة إلى الشعب لاتخاذ قراره السيد. إذن عبد القادر بن صالح يتولى رئاسة الجزائر بعد إثبات شغور منصب الرئيس بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة. تغريدات كثيرة وغضب واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد، حيث غردت مريم قائلة: استفزازات يدركها الشعب وكان يتوقعها ولن يسكت عليها. أما حمزة فكتب قائلا: أثبت النظام أنه يلعب على الوقت ويعمل على إطالة عمر الأزمة، والنظام كما عودنا سابقا عوض حله للأزمة يتركها تتعفن وتتعفن أكثر فأكثر حتى يتولد عنها أزمات أخرى. يوسف هو الآخر غرد بقوله: جدار الخوف قد تحطم والشعب أعظم من فوهات البنادق، وليستكين أو يلين هذا الشعب العظيم إلا إذا حقق
كل أهدافه، ولن تجتمع الأمم مرة أخرى كما تجتمع الآن، فإما كل شيء أو ستمحق بلا شيء. الجزائر تاريخ عريق لا يكتب إلا بالذهب ولا يلوثه تجار الدم. عبد الرحمن هو الآخر غرد بقوله كيف تقنع الشعب أو تقنع الشعب بأن انتخابات في وجود بن صالح وبإشراف بدوي وبالعيزة ستكون انتخابات شفافة تلبي طموحاته، ترحلوا يعني ترحلوا. أيضا العاصف كتب قائلا بن صالح مثال على الموظف المطيع الذي يقوم بكل ما يؤمر به، لو كانوا أمروه بالاستقالة قبل عقد الجلسة لنفذ أوامرهم مباشرة لكنهم لم يفعلوا. السؤال لماذا؟ وإن كانوا سيفعلون لماذا الانتظار بعد الجلسة وكان بإمكانهم أن يفعلوا هذا قبلها؟ هشام هو الآخر غرد قائلا تعنت العصابة يساهم في تشكيل وعي سياسي كبير لدى كل طبقات الشعب الجزائري. الآن فقط أدرك الشعب أن الغضب وحده غير كافي لبناء جمهورية كما يريد، لابد من وعي سياسي ونضالي. السيادة للشعب يتنحاو قاع. إلى السودان حيث قال مراسل الجزيرة إن المحتجين نقلوا موقع اعتصامهم من أمام مقر قيادة الجيش إلى مناطق قريبة منه عقب فض اعتصامهم في الجهة الشمالية الغربية تجاه بوابة القوات الجوية وصولا إلى نفق جامعة الخرطوم. وقال إن أعداد المعتصمين في تزايد. من جانبه قال الناطق باسم الشرطة السودانية إنها لا تقبل تعريض المحتجين للخطر وإنها طالبت من قواتها عدم التعرض للمواطنين وتجمعات سلمية. يأتي هذا عقب فض الاعتصام الذي أوقع قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن السودانية. هذا وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة مقتل 7 أشخاص أثناء فض أو عملية فض تجمع المتظاهرين صباح اليوم أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بينهم ضابطان كان يتصديان لهجوم على المتظاهرين. كما وذكرت اللجنة أن الأجهزة الأمنية التي جاءت لفض الاعتصام استخدمت الرصاص. وتعليقا على مظاهرات السودان واعتصام القيادة العامة غرد سفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق قائلا مطالب التغيير من المتظاهرين في السودان قوية وشرعية، يجب أن تحترمها الحكومة وقوات الأمن. الاحتجاج السلمي حق أساسي، يجب عدم استخدام العنف لتفريق الاحتجاجات وعدم منع وصول الغذاء والماء، العالم يراقب. أما الأكاديمي والإعلامي القطري علي السند كتب قائلا الفتنة والفوضى ليست في مطالبة الناس بعزل الظالم وتنحية الفاسد، وإنما في تشبثه بالحكم واستعماله القمع ضد المطالبين برحيله والسكوت عن ذلك وتوفير الغطاء الشرعي له. المغرد السوري يزيد كتب قائلا كل هذول السودانيين الأبطال طالعين بالمنظر الحضاري هذا لإسقاط الدكتاتور، إنها لعنة بشار الأسد التي تصيب كل شخص يحاول التقرب منه. زول راح يعطي شوية شرعية لبشار أم سقط هو وشرعيته. وغرد الكاتب الصحفي عزام التميمي قائلا يا عمر البشير جاءك النذير لا يغرنك من يحثك أو من يحثك على البقاء، لن تنفعك بطانة السوء ولن تنجيك أنظمة الثورة المضادة، التغيير قادم لا محالة، فارحل بأمان واحقن الدماء. بينما دون الثائر المكاشفي قائلا فض الاعتصام بالقوة زيادة في صفحات سجل الجرائم ضد الشعب سجل يا تاريخ، وذلك على وسم اعتصام القيادة العامة وأيضا وسم تسقط بس. أما نضال فكتب قائلا يا إخواننا خلونا نبطل نشحذ اتنشن أو اللي هو اهتمام من إعلام الدول العربية، لأنه واحد هم شايفين الحاصل وما في شيء راح عليهم، اثنان الجمرة بتحرق واطيها، ثلاثة إحنا الثورة والإعلام وإحنا كل شيء لنفسنا. وكتب هذا الحساب تم العدد لموا الصفوف أنتوا الأسود ابقوا الثبات دقوا الدفوف علوا الهتاف تم السقوط باقي البيان. أخيرا كتب عبد الله الشريف قائلا هنئوا إخوانكم في الجزائر وادعموا قومكم في السودان وتابعوا أخبار أبناء عمومتكم في ليبيا فإن هذه أمتكم أمة واحدة. النساء كان لهن دورا بارز في تظاهرات السودان وهو ما ظهر جليا في الشابة التي ألقت في المتظاهرين قصيدة ثورية ألهبت الحماس، فلنتابع.
أخيراً الصور كانت حاضرة وبكثافة على وسم اعتصام القيادة العامة، دعونا نتابع جانباً منها. وإلى الإمارات، حيث دعا النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في حملة تضامن مع الحقوقي الإماراتي المعتقل أحمد منصور والحاصل على جائزة مارتن إنان للمدافعين عن حقوق الإنسان والمضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجا على سوء المعاملة والحجز الانفرادي في سجن الرزين. وتنطلق الحملة التضامنية في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على وسم إضراب أحمد منصور. وكانت محكمة إماراتية أيدت في مايو الماضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على أحمد منصور الذي تم اعتقاله في مارس 2017 بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعليقا على إضراب الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، غرد الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي كتب قائلا: لماذا ادعاء التسامح وأنتم لا تعرفونه؟ فالقلوب التي ملئت بالأحقاد لا تعرف إلا الكراهية. هذا أحمد منصور مواطن من الإمارات من معتقل الرأي في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين لسوء المعاملة بعد محاكمة جائرة، ويقولون عام التسامح. نبيل كتب: هو الآخر، حكام الإمارات لا ولن يتنازلوا عن من الحريات حتى ولو يموت أحمد منصور جوعا وقبله السيدات المحترمات المعتقلات، وهن بحاجة للتطبيب ويرفض مجرد معالجتهن وليس الإفراج عنهن. أخيرا غرد الإعلامي البحريني عادل مرزوق قائلا: مصادر حقوقية تؤكد أن الحقوقي الإماراتي أحمد منصور بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف السيئة والمحاكمة السورية. كم هو مؤسف فعلا أن يكون أحمد في السجن. حري بالسلطات في الإمارات أن تطلق سراحه فورا وأن تدرك أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان يعقد الأمور ولا يحلها. مشاهدينا، فاصل قصير، ابقوا معنا. في حب الوطن بدأت حكايتنا، من عبق الأجداد وأصالة الماضي، من رؤية ثاقبة وتخطيط ملهم، يدا بيد تمضي مسيرة وطننا، نبني ونشيد ونصمد ونتطور، محققين أعلى معدلات النجاح، دلالة القابضة الثقة والابتكار. أهلا بكم من جديد. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض، وفي كلمته أمام الصحفيين أثنى السيسي على ترامب وقال إنه قام بنقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا ومصر، مضيفا أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها على مدار سنوات طويلة. فلنتابع. اسمح لي أن أنا أشكرك على الدعوة الكريمة لزيارة الولايات المتحدة ولقاء فخامة الرئيس و التحدث في عمل نقلة نوعية للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. خليني أؤكد فخامة الرئيس أن العلاقات فعلا في أفضل حالاتها
يمكن على مدار سنوات طويلة جدا مرض. هذا الفضل يرجع لفخامة الرئيس ودعمه لمصر في المجالات المختلفة اللي احنا بنتكلم نسعى إلى تطوير العلاقات في المجالات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية. إذن السيسي يقول أن العلاقات بين مصر وأمريكا في أفضل حالاتها. بدوره قال الرئيس الأمريكي أن هناك تطورا كبيرا بين واشنطن والقاهرة في ملف مكافحة الإرهاب. وفي إجابة على سؤال بشأن جهود السيسي لتعديل الدستور قال ترامب أنه ليس على علم بهذه الجهود لكنه يعتقد أن السيسي يقوم بعمل جيد. فلنتابع. Do you support his efforts to stay in power through 2023? I think he's doing a great job. Half the room is out. I don't know about the effort. I can just tell you he's doing a great job. Thanks, guys. Thank you very much. Great president. Russian fighters. تعليقا على لقاء ترامب بالسيسي غرد أستاذ العلوم السياسية حسن نافع قائلا ليس من قبيل الصدفة تزامن زيارة السيسي لأمريكا مع الانتخابات الإسرائيلية وانفجار الأوضاع في ليبيا والسودان وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. الشهور الست القادمة هي الفترة الوحيدة التي يمكن لترامب أن يحاول فيها فرض صفقة القرن وهو ما يراهن عليه نتنياهو. وأيده محمود أحمد قائلا ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس. ترامب أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية. ترامب يؤيد التعديلات الدستورية في مصر وبقى السيسي. أما أسامة عثمان فكتب قائلا لا يتوقع أحد من السيسي موقفا حازما يقابل به اعتداءات ترامب الخطيرة على القدس والجولان لأنه ذاهب إلى واشنطن وهو يعلم أنها تعلم وفي هذه المرحلة تحديدا قبيل التعديلات الدستورية احتياجه الوجودي إليها. وتساءل الكاتب السياسي سليم عزوز قائلا السيسي علاقتنا مع أمريكا في أحسن حالاتها بسبب ترامب. عندما تكون علاقتك مع أمريكا في أحسن حالاتها لماذا تتهم من يتصلون بها بالخيانة العظمى؟ ويرى الكاتب عمار علي حسن بؤساء هؤلاء الذين ظنوا أن رئيس ترامب سيقول لهم أرفض التعديلات الدستورية التي تتيح بقاء الرئيس السيسي في الحكم. ألم نقل لكم أيها المساكين لا تطرحوا أي شيء يخص المسألة المصرية على الأمريكيين فواشنطن لا يشغلها سوى مصالحها. إن خلافاتنا داخلية سنحلها هنا وسنناضل هنا. كتب كذلك الباحث السياسي تقادم الخطيب حينما سئل ترامب عن التعديلات الدستورية ابتسم وقال السيسي يقوم بعمل رائع. طبعا ده لا يعتبر استقاء بالخارج أو استدعاء للخارج لا سمح الله. فيما سخر حساب نايت كينج قائلا والله سعاد بحس أن السيسي ماسك سديهات على ترامب. أخيرا عدسات المصورين كانت حاضرة في لقاء ترامب السيسي لترصد لنا العديد من التعبيرات على وجهي الرئيسين. فلنتابع. أثار غلاف مجلة الأهرام الرياضية في مصر حالة من الجدل بعدما اتضح أنه مجرد قص ولصق من غلاف مجلة تايم الأمريكية والتي نشرت غلافا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مكتبه بالبيت الأبيض الذي انغمر بالمياه في إشارة إلى المشاكل التي يواجهها ترامب. من جانبه حاول رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضية التعبير عن المشاكل التي يواجهها النادي الأهلي باستخدام نفس غلاف مجلة تايم بينما قام بتغيير صورة ترامب ليضع بدلا منها صورة الرئيس أو رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ويظهر أسفله علم النادي وهو يغرق. للمزيد حول هذا الموضوع دعونا نتابع هذا الفيديو.
الجلة دي اللي هي مجلة عريقة إنها تكرس للغل والاستفزاز لجماهير الكرة. يعني هو ده مش من ضمن الحسابات إن في كم مليون مستاء النهاردة من هذا الموضوع؟ ما عملتوش حسابهم؟ كبر لي البايسب والترايسب، خش بقى على عضلات الغلاف سبب انتقادات كثيرة بين المدونين على منصات التواصل، حيث كتب الإعلامي أحمد فؤاد قائلا: الإعلام يجب أن يساند وقت الأزمات، لكن يساند فقط مع من يحب، فهذا خطأ مهني كبير. ومحمد الخولي كتب قائلا: الأهرام الرياضي سارق غلاف تايم عن ترامب وعمله على كابتن محمود الخطيب، ده مش عيب، لا إبداع ولا تشغيل دماغ ولا الهوى. وعلق الفرماوي قائلا: غلاف الأهرام الرياضي فضيحة، واللي قالوا شبانة كتبرير للي حصل فضيحة أكبر عيب. بينما دافع نبيل عبيد عن الخطيب قائلا: محمود الخطيب قيمة وتاريخ لا يقلل منه مباراة، إنه الرمز الكبير ضمن رموز الأهلي الكثيرين أو الكثيرون، مثل صالح سليم الذي صنعوا تاريخ الأهلي والكرة في مصر. الخطيب محبوب الجماهير الأول، ومن يكون هذا ليتحدث عن الخطيب ويرسم له صورة على غلاف مجلة فاشلة. وغرد سيد نبوي قائلا: هل ينفع أن مؤسسة عريقة زي الأهرام تنقش ديزاين من التايم بالشكل ده؟ نتفق أو نختلف مع الكابتن محمود الخطيب، بس الموضوع وحش. أما مجدي فكتب قائلا: دعيب جدا يحصل مؤسسة الأهرام فضيحة أخلاقية من الأهرام الرياضي، لطش غلاف مجلة التايم، وتخيل وصل بين الأمر لسرقة غلاف مجلة أمريكية ويطلع رئيس التحرير يقول عليها اقتباس، وعمركم شفتوا آسف بجاح أكثر من كده. أخيرا دون المحلل الرياضي علاء صادق قائلا: غلاف الأهرام الرياضي لسخرية من الأهلي والخطيب، سرقة مهنية ممن احترفوا السرقة في الإعلام. وفي شأن رياضي آخر، أثارت دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة لحضوره حفل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، أثارت تساؤلات حول إمكانية تلبية أبو تريكة للدعوة رغم وضع اسمه على قوائم الإرهاب في مصر. حول هذا التساؤل دعونا نتابع هذا الفيديو.
نهاية هذه الحلقة من هاشتاج. لكم تحياتي أنا حياة لماني، وإلى اللقاء.